السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية، نموذج آخر من النواصب لأهل البيت عليهم السلام. مثل ما قرأت بعنوان الفيديو، أولا الإمام علي عليه السلام كان حريص على أكل، يعني أكل لقمة عيشه، لم يكن حريص على العلم. كان مغمورا فقدمه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ليبرد. كان العلي بن أبي طالب والعياذ بالله واستغفر الله من هذه العقيدة، العقيدة النواصب، كان لم يرافق الإمام علي عليه السلام، لم يرافق الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، بل لم يوفق لذلك. هذا الكلام هو الذي قاله والذي رد عليه الشيخ الفاضل أحمد سلمان. لنستمع تمام الحوار بهذا الفيديو، نستمع إن شاء الله إلى تمامه ونرجع بتعقيب، وخليكم. فقط انا اسجل امامي النقاط ساذكرها، اتمنى ابو عائشة يجي. ابو عائشة قال علي بن ابي طالب لم يكن حريصا على الحديث. علي بن ابي طالب كان مغمورا والنبي أراد إظهار فضله. علي بن أبي طالب لم يكن مرافقا للنبي ولم يوفق لمرافقة النبي. هذه ثلاثة أمور في هذه الساعة ذكرها أبو عائشة في حق علي بن أبي طالب. أبو عائشة، هذه عقيدتك في علي بن أبي طالب؟ هذا الحقيقة، هذا الواقع، عقيدتك يعني. فقط من باب أن الناس تعرف أنت ماذا تعتقد في علي بن أبي طالب؟ جيد، علي بن أبي طالب لم يكن حريصا على الحديث، على العلم الشرعي، كان حريصا على ماذا لو ممكن نستفيد منك طبعا؟ شوف قضية يعني، ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه عندما قالوا أنت أكثرت، قال أنا كنت ملازما لرسول الله وأنتم كنتم. أبو عائشة، علي لم يكن ملازما لرسول الله وما كان حريصا عليه، شنو قاعد يسوي؟ نعم، ليس يسوي يوم كامل. حريص على ماذا يعني؟ حريص على الدماء كان، حتى نفهم. علي، انا اتكلم عن حرصه على حديث رسول الله، ما كان حريصا على الروايه ان يروى رسول الله، يعني ولم يكن موافقا لرسول الله. بذلك الشخص الذي يروي كما ابو هريره رضي الله عنه، كما عائشة رضي الله عنها، كما عبد الله بن عمر، كما عبد الله بن عباس، كلهم احرص من الامام علي. الان فهم الإمام علي ماذا كان يفعل في حياته؟ نعم، شو اسمه؟ شيخنا عيد السؤال، عيد السؤال شيخ أحمد. لا، هو شاب الآن، ماذا قال؟ شلون أبو عائشة؟ قلت أنا هؤلاء كانوا حريصين على الحديث وسماعه من رسول الله وحفظه، وعبد الله بن عمرو بن العاص كان أحرص، حتى أنه كان يكتب. زين، الإمام علي ماذا كان يصنع؟ إذا لم يكن مرافقا للنبي ولم يكن حريصا، ماذا كان يصنع في ذلك اليوم؟ كان يبعد عن رزقه وكان في الأسواق، وكان يؤجر نفسه أحيانا، لكي يأكل هو وأولاده. جميل، يعني حريص على الدنيا، كان حريصا على الدنيا، يسعى في رزقه ورزق عياله. حريص على الدنيا يعني، هذه النتيجة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لا اله الا الله. طيب ابو عائش انت وصلت الى الكلمه، وفي حديث البخاري ان عليا عليه السلام، وذكرها ابن تيميه في كتاب منهاج السنه بكل وضوح. اخواني يقولون ان عثمان، في ابن تيميه انا من حفظه يتكلم، يقول ان عثمان كان لم يكن حريصا في الأموال، وعلي لم يكن حريصا في الدماء. هذا ابن تيمية في منهاج السنة. هذا فالآن أبو عائشة شوية جملها ليش، والحديث ذكرنا الحديث في البخاري أو مسلم أنا ما أذكر، أنه عندما جاء وقال صاحبكم
لم يكن حريصا بالدماء، ويقصد علي بن أبي طالب عليه السلام. فنظرت هؤلاء لعلي عليه السلام لأنه شجاع، لأنه ما يهاب شيء، فحتى ما نفعني مال أحد. نعم كما نفعني. أستاذ وعد. نعم أستاذ وعد حجينا. نعم قبل أن تنتهي الحلقة أسمع صوت متداخل في غلاف الصوت. نعم. عائشة، ما رأيك في من يقول أن عائشة لم تكن حريصة على الحديث وإنما كانت مشغولة بالتجميل والتزين؟ لا 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 تقصد كلام أبو هريرة رضي الله عنه. لا أبو هريرة لا يعني أنها كانت ليست حريصة، لا يعني أحيانا تسمع حديث من أبي هريرة. شنو التزين؟ شنو التزين؟ مشغولة بيش يقول تزين؟ تزين مشغولة بالمرآة والمكحلة. يا حاج وعد يا خلي الناس تفهم، هاي غير تفهم. يعني واحدة مشغولة بالتزين، شنو التزين؟ المرآة والمكحلة، شغلتها المرآة والمكحلة. يعني أنها في بيتها، أنها في بيتها ما تخرج ما تسمع، هذه ما سمعتها. الرسول قال في مجامع الرجال ولم يقل لها في بيتها، فهي لم تسمع هذه الأحاديث. فقال لها يا أمه أنت في بيتك يعني مشغولة بزوجك وبيتك، فلم تسمعين من رسول الله. يعني أنتم تقولون في كتبكم أن عائشة مشغولة بالأساس والحمرة والكحلة ومعرف إيش؟ لا 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 لا، هي مشغولة ببيتها وببيت رسول الله وبزوجها. شو السبب هذا؟ كلام أبو هريرة رضي الله عنه. يا أقرأني يا أبو الله، أقرأني يا أقرأ أبو عائشة بقى. الناس دي تعرف والله مشكلة. يعني أنا كل ما يأتي هذه القضية، لا زوجي لا النوم الآن حمرة وكحلة وما أعرف إيش، يعني شو نسوي؟ مشغولة بالحمرة والكحلة. زين أبو عائشة، يعني عائشة كانت حريصة على الحديث؟ نعم كانت حريصة. زين أبو بكر كانت حريصة على الحديث؟ لا في كتب الحديث. عندك فقط أبو بكر كانت حريصة على الحديث؟ أبو بكر الله عنه الرجل الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حريص على الحديث كان، يعني كان ملازم لرسول الله دائما. نعم. عمر كان حريصا على الحديث بعد النبي. عمر كان حريصا على الحديث، روى رسول الله. نعم روى رسول الله حديث، وكان هو المفتي بعد رسول الله. عثمان كان حريصا على الحديث. نعم وأيضا جميل. عمر رضي الله عنه جميل أيضا يروون على رسول الله جميل. الزبير كان حريصا على الحديث، كلهم كانوا يسمعون من رسول الله ويأخذون منه. إلا علي بن أبي طالب يعني فقط هو المشغول باستيعابه. أنت لا تدري بالزبير وهؤلاء. دقيقة، أنا أتكلم عن علي بن أبي طالب فقط هو الذي لم يكن حريصا على الحديث، وأنه صاحب معلومة وأنه صاحب علم وفقه. طيب أين أحاديثه وأين علمه وأين فقهه؟ أنت يعني هو الوحيد الذي لم يكن حريصا على الحديث، مقدم عليهم. هذا الذي نحن نختلف معكم فيه. لا لا، الآن مشكلتنا هذا الوصف. أنت وقلت كلهم كانوا حريصين على الحديث، جئت لعلي بن أبي طالب قلت أنه لم يكن حريص، فقط هو الذي كان مشغولا برزقه. إذا ممكن مداخلة بعد الشيخ. نعم، لأن أبو بكر غني ودول الصحابة كان أغنياء. ها جيد جيد، يعني كل الصحابة يا أخوان وحتى النساء كنا أو كانوا حريصين على الحديث. سبحان الله، إلا علي بن أبي طالب لم يكن حريصا على الحديث وكان مشغولا بأمور الدنيا. من أخوان لما فتحنا موضوع النواصب والنفس الناصبي لم تكن القضية من فراغ، نتحدث عن واقع نعيشه. والآن نلبس هذا الواقع، كل الصحابة كانوا حريصين على الأحاديث إلا هذا الصحابي المسمى علي بن أبي طالب. سبحان الله، لا إله إلا الله.
أولا أبو كريم شنو عندك؟ أبو عائشة الصنعاني يقول إن عليا له من العلم والبيان والدين والإيمان والسابقة، تتفق معه؟ ماذا قال الصنعاني؟ إن عليا له من العلم والبيان والدين والإيمان والسابقة، تتفق وياه؟ نعم صحيح، نعم. طيب من هو أفضل، خالد بن الوليد ولا الإمام علي؟ المفاضلة بين هؤلاء، نعطي كل صحابي له منزلته، كل صحابي. من هو أفضل، الإمام علي في العلم والبيان والدين والسابقة أم خالد؟ خالد بن الوليد سيف الله المسلول، سماه رسول الله كقائد عسكري. الإمام علي، الإمام علي بن سيف من سيوف الله، صح ولا لا؟ خالد أفضل من علي بن أبي طالب. لا، ابن تيمية يقول الإمام علي أفضل. يلا خلي يعيد أبو كريم. أبو كريم يا أخوان ماذا نسمع الآن؟ أنت قلت من خالد، اسمع الجواب. إيه اسمع، خالد أفضل ولا علي عليه السلام؟ هنا شوف، لكل صحابي ميزة وفضيلة، فلو تكلمنا من الناحية العسكرية نجد أن خالد الوليد يفوق علي بن أبي طالب بمراحل. فقد سماه النبي سيف الله المسلول، قائد عسكري محنك، لم يهزم في معركة ما، بل كل انتصارات. زين، بأي خصلة؟ ماشي بأي خصلة علي عليه السلام فاق خالدا؟ بأي خصلة؟ في أنه سبق إلى الإسلام. بس سبق إلى الإسلام. بس نعم سبق إلى الإسلام، يعني بس هو جاء في وقت زين. الآن هو سبق إلى الإسلام، نعم علي من السابق إلى الإسلام. نعم. الآن عمار أفضل من خالد بن الوليد لأنه سبقه، عمار بن ياسر. نعم هؤلاء السابقون، هو الله زكاهم. أفضل من خالد بن الوليد؟ نعم سبقوا، ما قلنا شيء. نعم زين، أيهما أفضل، معاوية ولا خالد بن الوليد؟ هنا نعم، يعني أنا في نظري يعني كلهم متساويين يعني. أبو سعيد أرجوك. بس قبل شيء، بس أريد أذكركم، أرجو من الجميع اللي ما يقاطعوني، بس أريد أقول شيء إخواني. هو قال أن عليا هنالك من أعلم منه أفضل منه وكذا، بس أرجوكم، أنا أدري لما راح أتكلم راح يقاطعوني وما باقي عندي وقت. هذا كتاب البخاري، كتاب البخاري يقول في البخاري عمر بن الخطاب. وأنا أسأل ضمائر اللي يسمعون، هذا أمامكم يقول حديث رقم 4381، يقول هذا أقضانا، ماذا يقول؟ يقول أقضانا علي بن أبي، أقرأنا أبي وأقضانا علي، 4-4 هذا الحديث، 4-4-8-1. أشهد نعم. بس لحظة أبو أديب، الله يرحم والديك، 4-4 هذا واحد، وأنا هذا. شوفوا إخواني أمامكم، يقول أقرأنا أبي أقضانا علي. سؤال بريء وشفاف ودافئ، هذا القاضي بزمن الصحابة القاضي الإسلامي كان عنده دستور، يعني عند الأمم المتحدة، لو كان يقضي بالقرآن وبالسنة. بس أنا أسأل الضمائر الحرة، القاضي عندما كان يقضي بالقرآن ويقضي بالسنة، وأقضانا علي، إذن من الأعلم بالقرآن والسنة؟ يا أهل السنة. خلي خاطبهم الناس. معاذ بن جبل أفضل من علي، لأن النبي قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فهنا يقول معاذ بن جبل. أجيك يعني أجيك الميجي لك، تعالوا يا
هذا الحلال والحرام هذا كتابك اسمع، هذا الحلال والحرام موجود بالقرآن ولا لا؟ لكن أعلم الأمة منه به معاذ بن جبل. الآن يأتيك هذا الحلال والحرام، شوف ما يجاوني ما يجاوني، هذا الحلال والحرام موجود في القرآن ولا لا؟ موجود بالقرآن. أيوة، إذن أقضانا علي، أقضانا علي يعني أعلمنا بالقرآن من؟ والقضاء موجود في القرآن. أحسنت، القضاء موجود وعلي أقضانا، إذن الحلال والحرام والقضاء وكل شيء علي بن أبي طالب. تفضل شيخنا، ما بقى ثلاث دقائق، تفضل شيخ. الحلال والحرام أوسع من علم كمل كلام ابن تيمية. الشيخ إبراهيم الظاهر له الكلمة فلتكن له. كيف الشيخ إبراهيم؟ الشيخ إبراهيم فقط أستاذن الأخوة أستبيحهم، يعتبروها ضيافة وسأستاذن، لكن مداخلة بسيطة أقول كلام لله فيه رضا إن شاء الله. نعم. أقول يا أهل السنة حينما تقولون لا يوجد نواصب، إن كنتم تسمعون ولكم عقول فستحكمون إن شاء الله. ثم أقول شهادة لله، والله يا أهل السنة إذا كان السنة هي على ما سمعنا قبل قليل من أبو عائشة، والله إننا نبرأ إلى الله من هذا المذهب، بل تعالوا معي مباشرة نتشيع الآن. والله يا أهل السنة أن هؤلاء أعداء لله ولرسوله ولآل بيته. سمعتم الكلام والتسجيل موجود، لا يستطيع أن يقول في الإمام علي خيرا أبدا، فقط يتلعثم ويتردد. لكن حينما يقول الحاج وعلي من تفضل الأخان بن وليد أو معاوية، قال رجع إلى الأصل والمذهب، يعني كل إناء بما فيه ينضح. هؤلاء نواصب، فوالله يا أهل السنة راجعوا أنفسكم في آل بيت نبيكم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، والله لا ينفعكم صيام ولا صلاة ولا عمل تقدموه إذا متم مبغضين لآل بيت نبيكم. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني أبرأ إلى الله مما قاله أبو عائشة وممن يقوله أمثاله. وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة الكريمة، وأشكركم جميعا، وأعتذر إن بدر مني شيء، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا فضيلة الشيخ إبراهيم الشيخ. الشيخ أحمد سلمان تفضل. أنا أختم بكلمة واحدة وأقول نطق روح القدس على لسان الشيخ إبراهيم حفظه الله ورعاه ووفقه لكل خير، وهذا الكلام الذي قاله هو كلام كل مسلم منصف محب لنبيه ولآل بيت نبيه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأنا أشهد الله أن ما بدأ من أبي عائشة هو نصب في حق علي وآل علي عليهم السلام. طيب اولا قبل ان راح نبقى احنا دقيقه واحده بس حياكم الله من جديد اخواني اخواتي. نموذج حي، نموذج حي للورقه البحثيه التي يقوم بها الشيخ احمد سلمان. الشيخ احمد يذهب ليفتش الكتب وياتي بالمصادر ويقدم بمقدمه وياتي بالشواهد. هذا هو نموذج واضح، نموذج موجود، نموذج لا يوجد شخص يشكك به لان صوت وصوره. بلا أحمد بن حنبل، بلا الذهبي، بلا المتوكل، بلا ما أدري إيش، بلا ابن تيمية، لا، هنا عندنا نموذج حي، نموذج صريح، نموذج على البث المباشر. نعم الإمام علي عليه السلام لم يكن حريص على العلم، كان مغمورا، لم يرافق الرسول الأكرم، وأنا أعتذر من الإمام علي عليه السلام، لكن ماذا أفعل؟ هذه عقيدة يجب أن تروج. أقلها لأهل السنة والجماعة الذين هم عندهم أنصاف. نعود ونكرر، الإمام علي عليه السلام ليس حريصا على العلم، الإمام علي عليه السلام كان مغمورا، الإمام علي عليه السلام لم يرافق رسوله. يقول ليس الإمام علي عليه السلام مغمورا فيعني جعله الإمام الرسول الأكرم بارزا في معركة أعتقد الخيبر. أقول يا ليت أصحابك يا أبا عائشة يا ليتهم كانوا أيضا من المغمورين حتى يبرزهم
الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بشجاعة، بخصوصية لهم، بموقف، بعلم، يعني شيء يوثق لهم دورهم في الإسلام. فالآن هذه عقيدة النواصب. إذن خالد بن الوليد أفضل من الإمام علي عليه السلام، معاوية أفضل، كل الصحابة أفضل، إلا الإمام علي عليه السلام كان مشغولا بجمع المال وأكل قوته، يعني مجرد يعني شخص عادي لا أكثر ولا أقل. أخواني أخواتي لا أقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، عافانا وعافاكم من هذا المرض الموجود عند النواصب. أخواني أخواتي هذا فيديو اليوم، تقبلوا تحياتي وفيديو.